بنات كديرين بخير، لاباس عليكم، كلشي مزيان، الامور هانيه، صحيحه لاباس، وان شاء الله دائما دائما تكونوا بخير وعلى خير، واموركم كلها مزيانه. في هذا الفيديو هذا بغينا ندير لكم شويه حاجه مختلفه. ديجا كنا ناويين نديرو هذا بواحد 10 ايام، ولكن جات واحد الظروف والوالد كان شويه عيان وهذا، فما قدرناش نصوروا هذا الفيديو هذا بحال هكا مشترك، لانه خصهم هما يوجدوا، انا الوجد كيكون فيه شويه الخدمه في المونتاج ديالو، فجات الفرصه اننا نصوروه دابا. البنات اش بغيت نقول لكم، غادي يعجبكم هذا الفيديو هذا مع مرات خويا. غادي تشوفوا مرات خويا سميتها حسينه، القناه ديالها كاينه في صندوق الوصف، دخلوا وشجعوها، القناه ديالها لتحت. بصراحه ديما كنا كنبغيو نديروا شي حاجه بحال هكا، كنقولوا تنطلاقاو فاصا فاص، بغينا حنا نصوروا فاصا فاص ملاقين، ولكن الاقدر غادي تشوفوا في هذه التتمه ديال هذا الفيديو هذا، غنقول لكم كيفاش ما تلاقيناش، واش تلاقينا ولا ما تلاقيناش، غادي تسمعوا في هذا الفيديو هذا. فدخلوا تشجعوها البنات، ها القناه ديالها، يعني تيصور معها حتى خويا بعض المرات، حتى شي فيديو ديال افاده ولا شي حاجه، يعني ديال السفر على برا ولا شي حاجه هكا، فيزا وشحال من حاجه، تي عنده معلومات، لانه هو ديجا الدومين ديال والد شي ديال السياحه. فدخلوا البنات، غادي تلقاوه في صندوق الوصف، دخلوا وشجعوهم في القناه ديالهم، غادي يعجبكم داكشي ميكس، داكشي طياب، المهم داكشي غادي تدخلوا اكتشفوا اول مره غادي تشوفوها. هي ماشي مغربيه، داكشي علاش حاولنا اننا نديروا هذا الفيديو، بغينا شويه يكون كيضحك، نبدلو لكم شويه الجو هذا. هي ميكس باكستانيه اندونيسيه، المهم من الاب والام، داكشي ميكسي. وكانت عايشه هي وخويا في ماليزيا، وحاليا هما كاينين في المغرب، جات مع الظروف ديال الحجر الصحي مع مدي الوالد الله يرحمها، وما جاتش الظروف انني نتلاقى معها. سبحان الله، تخيلوا معايا عمرنا ما تلاقينا فاس فاس. لي ظروف، يعني المره الاولى كان، يعني في الاول كانوا في ماليزيا، فانا ملي كنت باغا نمشي هما جاو هنا، جاو كانوا سافروا لبلاد اخرى، ف حتى حنا ما مشيناش، لانني كنت باغا نمشي لماليزيا على قبلهم، كنت باغا نمشي انا باختيار وهذا. فجات ظروف اخرين، يعني الدار هما اللي مشاو، يعني كانوا مشاو لماليزيا بابو وماما وداكشي الله يرحمها، وهذا كانوا مشاو لماليزيا، فمن بعد رجعوهم للمغرب، من دازت فتره رجعوه حتى هما للمغرب، يعني كانت شي ظروف ديال الخدمه وداكشي، جاو المغرب، فحاليا هما جالسين في المغرب ولكن مؤقتا. فحاولنا اننا نصوروا هذا الفيديو، لانه ما عرفناش هذا الصيف هذا نقدروا نتلاقاو نقدروا لا، يعني يقدر القدر يلاقينا يقدر لا، فانا عمرني ما تلاقيت معها فاس فاس. حتى خويا فاش تزوج راه ما دارش العرس، ما داروش في المغرب، داروا في ماليزيا، يعني هو بوحدو كان العريس بحال باختيار في المغرب، كان بوحدو هو عريس، كانوا معاه صحابو وداك الشيء، ولكن ما كانت حتى شي حد في السميت. المهم حتى لهذوك المواضيع ان شاء الله نهضر لكم عليها في الفيديوهات الجايين، الا بغيتو كنتو انتريسي باش تزيدو تعرفوا شي حوايج، تقدر هي تبارطاجيو ونقولها لها تبارطاجيهم لك في القناه، تبارطاجيهم لكم في القناه، سواء العرس سواء بزاف د الحوايج. فانا كنقدر نهضر معاها بحال هكا غير في المكالمه، كاميرا شحال من حاجه. الوالد الله يرحمه هي اللي شايفاها فاس فاس، انا عمرني ما تلاقيت معاها فاس، كما قلت لكم الظروف، وتا هو مسكين يعني خويا ما كانش شاف الوالده الله يرحمها فاش توفات، لانه كان مع مراته، مشاو لطنجه، جاتهم شي ظروف بحال هكايا، ومشاو لطنجه، وفاش بغاو يرجعوا تحبسوا تما، جات مع المرض وداكشي تحبسوا تما، وحنا تحبسنا في كازا، راكم شفتوا حنا شنو طرا علينا، فما تلاقيناش. فاش انا مشيت لدرجه حتى ماما ما شافهاش، يعني كان معاها ولكن ما شافهاش فاش توفات، يعني كان هو في طنجه بغى يحماق، ايوا هذه الحياه ما عندنا ما نديرو. وسبحان الله انا اللي كنت بعيده صدقت شفتها وكنت معاها، يعني المهم هادشي اقدار وصافي. فانا مشيت رجعت عاد باش تحل الحجر الصحي، راه شفت انا مشيت مع السفاره. فدابا ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم هذا الفيديو هذا، نتمنى تشوفوها اول، غادي تشوفوها اول مره، كثروا لها لي لايك باش يعجبها، غادي تشوفوا لاكسون كيفاش غادي تنطق الكلمات المغربيه، وانا كذلك غادي تعطيني كلمات ديال اندونيسيا، غادي تعطيني اندونيسيا، لانه هي المتتبعات ديالها غادي يجيو عندها، يجيو عندي القناه غادي يسمعوا اللغه الاندونيسيه، اختارت الاندونيسيا. وبالنسبه لهذا وبالنسبه اللي عندها هي في القناه ديالها، راه غادي دير لكم فيديو باش تشوفوها اشنو تعلمات وشنو كتعرف في المغرب في كازا، انا سولت على كازا، المهم شي حوايج غادي يعجبوكم. القناه ديالها في صندوق الوصف، دخلوا البنات عندها غادي يعجبكم الفيديو ان شاء الله. المهم البنات دابا غادي نصور لكم هذا الفيديو هذا، كنا شحال وحنا باغيين نديروه، ولكن حتى اليوم مع باش كتاب غنديروا ان شاء الله واحد التحدي باش نشوفها، غنعطيها بعض الكلمات اللي غنشوفها كيفاش غادي تنطق الكلمات المغربيه. وعليكم السلام. بخير كلشي مزيان؟ I'm excited to start. يلا دينا 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 يلا بينا يلا يلا بينا. ثلاجة ثلاجة
ثلاجة. ثلاجة يا هذيك. ناموسية. ناموسية. What does that mean? Bed. Bird. Okay. Namusia. No. Bed. 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 Yeah. Oh, okay. Yeah. Yeah. بيت نعاس. نجبت الكلمة. بيت نعاس. بيت نعاس. Yeah. That's mean bedroom. Bedroom. Yeah. Okay. Bondi. Bondi. لا بوندي 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 يا سير بحالك سير بحالك يا you know what means سير بحالك change go away go away yeah أنا جاي yeah and we found yeah أنا جاي أنا جاي. This one I know. Yeah. Good. أنا جاي أنا جاي أنا جاي. But you know for yeah. but for you because for مذكر you know مذكر and مؤنث. أنا جاي. That's, yeah. yeah. Feminine and feminine, masculine. Yeah. yeah masculine. Right? Masculine أنا جاي. Feminine أنا جاية. أنا جاية. Yeah. أنا جاي. Yeah. ما صدقتيش. Say again. ما صدقتيش. ما صدقتيش. لا 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 ماشي صدق ما صدقتيش لا قولي ما ما صدقتيش ما صدقتيش ما صدقتيش يا فكران سخفان فكران سفار يا يا دخان بنادم غيصبح نادم بنادم بنادم you have to say all together بنادم شوفي بنادم غيصبح نادم بنادم شكو صباح نادم بنادم غيصبح نادم بنادم بنادم غيصبح نادم ريكلام 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 you know what's mean ريكلام that's mean sell you know sell yeah خفان هذه كلمة you know this special word they use it you know when you be in قصار you go in قصارية you know قصارية yes reklam reklam okay I have heard this before yeah reklam 10 دابا جات نوب حتى هي باش غتعطيني الكلمات ديالها غنشوف راسي واش غادي نعرف ندوي باللغة ديالها يلا we start again yeah Okay. Yeah. Now we'll try with my language and see how you say it. Okay. Okay. Right. Okay. All right. I will start with the easy one first, and then we'll go up into the long sentences. All right. At the end of كلمات عبر ثلاث كلمات. Huh? Yeah. The easiest one. Pyjama. 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 Very easy. Very easy. What's mean pyjama? This one. Bichara. بسارة اختي نعزيز عليا البسارة بكالا بشارة بشارة واش مين بشارة بسارة لا لا ماشي 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 بسارة جاك الجوع واقيلا ماشي بسارة بشارة 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 means to speak اه اوكي yeah. okay. yes. The next one I will ask you to say minya goreng yes oh that's really good yeah okay chilana panja oh very good احنا مغاربة يجينا كل شيء okay. سهل يلا it's very easy yeah very easy you know because you know the Moroccan people yeah if you give to them any language they can like speaking properly like for accents yeah. because our language already difficult yeah. yeah so when you speak other language it's easy for you yeah yeah okay yeah. this one tungus sabanta you speak
Yeah. Okay. Ayam panggang. Yeah. Yeah. Pulang kampung. Pulang panggung ayam panggang. Pulang kampung. Pulang panggung. Pulang kampung. Pulang kampung. Yeah. Ya. Saya suka Indomie. Please saya again. Saya suka Indomie. Again, please one time more time. Saya. Okay, saya suka Indomie. Saya suka Indomie. Okay, this one, the last one, and I'm like, it's going to be long, it's going to be difficult, and we are going to laugh. Right. It's going to be very funny. Right. Ular melingkar-lingkar di pagar Pak Umar. Love that. Sebenarnya, ular. Ular melingkar-lingkar di pagar Pak Umar. Gula karima jaya pariga qadia ma'arafti Allah ma'arafti. Ular melingkar-lingkar. Gula marika mika. Di pagar Pak Umar. Di pagar Pak Umar. Paloma. Very difficult, you know. I think when you're making sentences, it's gonna be more difficult, yeah? Yeah. جملة صعبة ولكن كلمة سهلة. I want to ask you, what's mean gulab jamun? Gulab jamun, it's like a sweet. Yeah. I'm not forget it because I like it. I buy from here, from Pakistani shop. Because I think they make it from the smida also. From the Very, very tasty. Should be staying in fridge, yeah? Yeah, it should be staying in the fridge, yeah. And they will put like the syrup and so like it's very sweet. Very, very sweet, yeah. Yeah, very nice. Yeah, you have to be careful. Yeah. I hope you enjoyed. أتمنى أن تكوني استمتعتي معنا في هذا الفيديو. Did you enjoy with us this video? It was really fun. وما تنساوش خليوا لنا بزاف ديال لي لايك، رحبوا بها، يلا شتوها اول مره معايا في القناه، وان شاء الله فاش نمشي المغرب مازال الا كانوا باقيين نتلاقاو ان شاء الله وتشوفوها معايا. ان شاء الله I will see you soon in Morocco. Inshallah. Inshallah. Thank you very much. I will. Thank you.